ايه صحي، ما في داعي انه تطلعي اليوم، خليكي بالبيت وارتاحي ماشي؟ لا لا ماما، مو لهي الدرجة قوي لحتى ما اطلع، يعني بالحقيقة انا لازم روح على الشغل تبعي بعد شوي. لا ابدا، ما رح تفرق اذا ما بتروحي شي مرة، اتصلي بمديرك وخبريه انك مريضة، هذا الشي عادي، واذا بدك انا بروح وبتصل فيه. لا لا يا امي، انا بعمل هالشي. ايه ماشي، راجعت لك. وجدان ليكي، فيك تسكر الزر ما عم يزبط معي. شو اللي عم تعمله؟ تركني بقى. شو عملت يعني؟ طلعي شو صار؟ شو بدك هلا؟ بدك ياني ضل هون معك وما روح عمقابلتي؟ قولي. يلا قولي بوضوح، انت شو بدك؟ اعطيني اوامرك. لا، امري لك انه لازم تروح هالمقابله هلا وفورا، بس يصير عندك شغل رح نصير اغنياء صح؟ ايه بس قلبي عم يطلب مني اني ضل معك هون، شو بدي اعمل له؟ لا تسمع قلبك، انت بس اسمع مرتك واسمع، ارجعوا معك ورقة التوظيف. ماشي. بالتوفيق. شي حلو، هذا اللي بدي اياه، بدي هالبوسة منك. هلا بما اني محظوظ رح اخذ الوظيفة، وبس ارجع رح جيب لكم معي حلو، طبعا بعد ما اخلص المقابلة. باي. دير بالك على حالك. ايه ولا يهمك. اهلين. الو، مرحبا نجاح، انا الو. ايه نجاح، انا بصراحه اتصلت بس لانه شو القصه؟ كان في شيء بدك اياه؟ ايه صح، اتصلت بالحقيقه لانه ما كنت عم لاقي تصاميم عرس شارما، حطيتيهم بشي محل، وكمان بدي تكوني متذكره موعدنا العصر. انت رح تجي مو؟ ايه جاي، انا رح اجي بعد شوي. ماشي. ايه بشوفك. شو يلي صاير لي؟ لك ما كنت اعمل هيك شغلات من قبل. احسن شيء اني ارجع على شغلي هلا. بس الموعد مع الزبون بكره. هلا فهمت، هاد معناه انه في حدا كان حابب انه يحكي معي.